المتحدة، شركتنا الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بتطلق حملة. الحملة دي اسمها إيه؟ أخلاقنا الجميلة. طيب إيه الهدف؟ الهدف هي أنها تفكرك بقيم إنسانية وتقاليد أصيلة وحاجات حلوة من اللي عشناها وإحنا صغيرين وإحنا بنكبر عليها، وأمور كده بدأت تختفي. خلوني أخذ معايا على التليفون كاتبنا الصحفي الكبير أستاذ أكرم القصاص، رئيس تحرير اليوم السابع. أهلا 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 يا أستاذ أكرم. أهلا بيك. أهلا وسهلا. حكاية أخلاقنا الجميلة بتاعت المتحدة، أنا بما أني رجل محب للطعام فأول حاجة بتيجي على بالي فين أيام المواسم بتاعت عاشورة مثلا، ونودي طبق العاشورة، الطبق ما يرجعش فاضي لازم يرجع مليان. الحاجات بتاعت صباح الخير، صباح الفل، أهلا وسهلا، أخباركوا إيه، يعني الود واللطافة والزرافة والكرم المتبادل ما بين البني آدم واخوه. طبعا هو والناس الحقيقه يعني على مدى السنوات اللي فاتت في الطرق، في الشوارع، في طريقه المعامله، دايما بيتكلموا على الحنين لزمان او فكره الاهل والتربيه والطبقه الوسطى، يعني في باكج كده او مجموعه حاجات في طريقه المعامله، في طريقه الشراء والبيع، حتى في تشجيع الكوره وازاي انه يبقى فيه اخلاق رياضيه، وما فيش مانع ان الناس تشجع نوادي مختلفه بس تبقى القصه كلها في تنوع واخد ورد وخف الدم وحاجات دي، بالاضافه طبعا للموضوع اللي هو احنا دايما بنفتكر انه الاجيال الاقدم شويه فاكرين حاجه كانت بتبقى احيانا الناس بتفتكرها دلوقتي، اللي الحاجات اللي كانت بتتكتب على ظهر الكراريس في المدارس طبعا، وفكره التربيه والتعليم اللي هي اغسل ايديك قبل الاكل وبعده، وفكره انك تبقى فكره النظافه الشخصيه، فكره الصوت الواطي، المعامله، الاخذ والرد، اللي هو جو كده مجموعه حاجات حتى مرتبطه بالسلوكيات العامه، يعني السلوكيات العامة في بيوتنا، التعامل مع الناس، انه اللي بينظف بيته من جوه بيهتم انه يبقى قدام بيته نظيف او قدام شقته نظيف، الحاجات دي طول الوقت بتبقى مجال نقاش، لكن اعتقد انه المبادرة والحقيقة الشركة المتحدة في مجموعة مبادرات طرحتها في الفترات الأخيرة متعلقة بالفن، متعلقة بالدراما، متعلقة بالأفلام الوثائقية، تشجيع المواهب، حتى الرياضة واكتشاف المواهب الرياضية، يعني احنا بنتكلم على مجموعة حاجات مهمة جدا ومطلوبة، لانه ده جزء من دور الاعلام، فكرة التوعية، فكرة ان الناس تبقى لديها وعي باللي بيحصل، ان الناس تبقى لديها اخلاق عامة، وحتى يعني احنا بنتكلم على في فترات كتيرة تبقى المظاهر موجودة بس الفحوة والضميرة والأخلاق مش موجودة، بمعنى أنه 99% من الأديان معاملات والعشرة في المية بتبقى عبادات، ممكن الناس تركز على العبادات ودي ضرورة وجزء رئيسي من الإسلام والمسيحية وغيره، لكن المعاملات هي الأهم، الصدق، عدم تصفيف الموازين، التعامل مع الناس، الأخذ والرد. أنا فاكر زمان قوي كان في برنامج أكيد فاكره، الدين المعاملة، بالضبط، وده اتعلمناه يعني. هي يعني بصراحه فكره حتى التوعيه بالقضايا العاديه زي القضايا اما نبقى بنختلف ونتفق مع بعض بس الناس ما تعليش صوتها على بعض، يعني فكره انه حتى يبقى الناس بتتناقش وتبقى لديها احترام متبادل، كانوا يقولوا زمان انه ما فيش حد بنت تبقى ماشيه في الشارع فحد يعاكسها او يبقى في تلامذة مع بعض يبقوا أصحاب ممكن يتخانقوا فالأب أو الأم يتدخلوا للإصلاح بينهم مش يحرض واحد فيهم على إنه يسيح دم التاني، يعني الفكرة دي هي مجموعة حاجات بتتعامل مع بعضيها وبتشتغل بالشكل اللي يبقى موجود بشكل دائم في الإعلام، موجود بشكل دائم في المدارس، موجود بشكل دائم في الرياضة، يجب أن تتوقف تماما لأنه جزء مهم قوي، حتى بعض الناس اللي بيشجعوا الرياضة انصرفوا عنها بسبب تحويل الأمر إلى حرب أو خناقة أو والرياضة ما هياش خناقة أو تجاوز في الألفاظ أو شتائم أو
او تعدي يعني ده بقى اللي عاجبني قوي في مساله الـ 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 الحمله اللي بتطلقها الشركه المتحده في مساله اخلاقنا الجميله. خليني الاول اشكرك استاذ اكرم جدا 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 على هذه المداخله، الكاتب الصحفي الكبير استاذ اكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع.